ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنساوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الو ام ابراهيم، حبيبتي ام ابراهيم، وحشتيني. فينك يا بنتي من زمان؟ عاش من سمع صوتك. وانت كمان وحشتيني يا ام محمود. والله والله يا بنتي، بقول لك ايه، الواد ابراهيم ابني كبر وقلت اشوف له عروسه. قلت مش هلاقي احسن من بنتك نوس، زمانها كبرت وبقت شابة حلوة. أيوة كبرت، تعالي نورينا يا حبيبة قلبي في أي وقت. هستناك النهاردة وخليها تعمل لك المكرونة البشاميل اللي انت بتحبيه. انت لسه فاكرة يا أم محمود؟ حبيبتي يلا هنبقى نساي، هاجيلك النهاردة الساعة 8 بالليل. جميلة جميلة، تسلم ايديكي، ده هتعجب حماتك وهتقولك تحفة. يلا بسرعة بقى دخليها الفرن. كفاية كده بقى، هي كده استوت وبقى لونها حلو وجميل، قطعيها بقى. A few moments later. ازيك يا حبيبة قلبي، والله شرفتيني ونورتيني، وحشاني من زمان. والله وانتي كمان يا ام محمود، وحشاني من زمان. عايزين نشوف العروسة بقى. يا نوسة تعالي سلمي يلا على طنط ام ابراهيم. تعالي يا حبيبتي، تعالي هنا جنبي، تعالي. عملتيلي بقى يا حبيبتي المكرونة البشاميل اللي انا بحبها؟ عايزة اشوفها بقى كده وضعها من ايديك، اشوف طعمها عامل ايه. اتفضل. ايه ده يا حبيبتي، ده مش ماسكة نفسها خالص، هي واقعة كده ليه في الطبق؟ هو انتي يا حبيبة قلبي مش بتعرفي تطبخي زي ماما ليه؟ دي شكلها حلو يا طنط وحلو قوي. مش بالشكل يا حبيبتي، هنشوف اهم حاجه طعمه ايه. ده المكرونه نيه. ايه ده؟ هو في ايه يا ام ابراهيم؟ يا نوسه مش عاجباكي ولا ايه؟ ولا عاجبك اكله؟ هو انت يا حبيبه قلبي جايه تهنينا ببيتنا؟ ده احنا يا حبيبه قلبي اكلنا مفيش احلى منه في الدنيا. فكنت مفكره ان اكلكوا حلو، كنت مفكره بتعرف تطبخ حلو، طلع اكلها ماسك شكلها. تعالي لي بقى يا حبيبه قلبي وانا اعرفك مين فينا اللي ما بيعرفش يطبخ. شفتي الفيديو للاخر؟ اوعى تكوني نسيتي تحطي اللايك. في غلطه في الفيديو، لو حد شافها وخد باله ما تنسيش تكتبوا لنا تحت في التعليقات ايه هي الغلطه اللي كانت في الفيديو.